هرجان والتنظيم والجمال ده كله، انا حاسس بدون زعلان وما عنديش الفرحه بتاعت ابو صلاح. مش موجود مصر، مش موجوده ومصر مش موجود، مصر مش موجوده، احنا زعلانين يعني. كان ابو صلاح لو كان موجود برضو كان ادانا روح. ومصر طبعا لا، مصر فوق الجميع طبعا. انا مصر فوق جدا. انا بقول لك احنا ما طلعناش، لو كان صلاح موجود كان ادانا برضو شويه كده. هو هيبقى موجود زي ما ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معاه. عايز لوحده كده هناك؟ هو موجود. لا احنا زعلانين ان مصر مش موجوده حقيقي، بس بنحتفل ان شاء الله اللي جاي، وبنحتفل بالمنتخبات العربيه ان شاء الله. المنتخبات العربيه تفرحنا ان شاء الله. بمناسبه اللي انتم بتقولوه ده برضو، خلينا نقول انه في عدد من النجوم الكبار هيغيبوا ومش هيكونوا موجودين السنه دي في المونديال، زي مثلا فيرمينيو زميل صلاح في ليفربول. صحيح طبعًا البرازيل مشاركه السنه دي في المونديال، لكن ما اختاروهوش ان هو يكون ضمن اللعيبه المشاركه. ازاي الكلام ده؟ ده جامد جدا ده، ازاي يعني؟ روبرتو فيرمينو. كمان رياض محرز لاعب كلمي لي المنتخب يا لميس. ليه صحيح؟ ازاي؟ حاضر بعد الاول صحيح هتصل بيه واقول له شيخ حسن زعلان ان اللاعب مش موجود. ليه فيرمينيو مش في البطوله؟ مش عارف، ما قاليش. لا بس لو قعد هكلمه بعد كده. بفضلك هتلاقيني مرز على منه. ممكن؟ طب ما انت لازم تصلح ما بينهم بقى. الواجب كده نعمل قعده كده. قعده عرب. نروح البرازيل وناخد شويه محشي وشويه كوارع. محشي. ونطلع عليهم كده في البرازيل ونصلح بينهم. واحنا ناخد منهم شويه بن. ويجيبوا لنا بن. او ماني، هو ماني في البطوله؟ لا مش ماني، مش مع هنقول. هتقول اهي المعلومات اهي. لا ما للاسف في لعيبه كبار مش موجودين كتير. كمان عندنا رياض محرز لاعب مانشستر سيتي مش موجود السنه دي برضو، هيتغيب طبعا بسبب انه الجزائر ما حلفهاش الحظ زيها زي مصر للاسف. انهم ينافسوا السنه دي في المونديال. وفي كمان بول لابيل بوجبا نجم فرنسا ولاعب يوفنتوس الايطالي اللي هيغيب بسبب الاصابه. الف سلام على كل المصابين. وماني زي ما انا قلت نجم السنغال وبايرن ميونخ اللي برضه اصيب قبل البطوله بكام يوم، يعني من ليفربول ولا صلاح ولا فيرمينيو ولا ماني. يا حرام ده اكيد يعني تحس كده ب ماني. ماني ما بقاش في ليفربول، مفيش عزه كده بقى في بايرن ميونخ. لا لعيبه ده، في لعيب تاني تقيل يا شايف. مين هو؟ مين هو؟ قول لي انت. هالاند. مين؟ الروبوت. مين بقى؟ هالاند. الروبوت. ده عامل قلق في كل العالم. هو عامل قلق فعلا. اعتقد الناس مبسوطه انه ما جاش. جدا. عامل قلق فعلا. يعني هياخد الهداف ده طبعا. طيب لازم ياخد الهداف ونص. النرويج ما تأهلتش مع الاسف، واحتمال النرويج كمان تاخد كاس العالم. يعني النرويج ما تأهلتش اصلا. يعني ايه ما تأهلتش؟ ما طلعتش. ما لولكش برضه خرجت. ما حلفهمش الحظ ازاي يعني؟ نعم. ما بقى برضه زي اللي متخصمين. ولا ابن النرويج موجود ولا ابن الاجريك موجود. شفت؟ طيب انت تعرف حابب بقى مترشح مين يا شيف حسن غير البرازيل؟ برازيل برازيل برازيل.